امبارح لسه مرات شباب قالوا لي انتم اساتذه وقضيتوا عمركم بالسفر حلو كتير. سافرنا على كل مناطق تركيا بس هلا خلاص استقرينا بعد ما تقاعدنا. انا كتير بحب اسمير. حكيت مع البيت الوضع كتير منيح. ممتاز. مراد وين اختفت اختك؟ ما بصير يضل رفيقة لحاله. عم تظبط مكياجها هي ورمين. يلا بسرعة الولد رح يطق لحاله. كأنك متوترة أكتر من مهند. يلا امشي. شبك تقلي شوي بكرة بيشوف حاله. مهند بظن بشرة غيرت رأيها. ممكن. كانوا كل الناس بالكافيتيريا متجمعين فوق راسي. مرحبا كيفكن؟ أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. مرحبا. شو مليت؟ لا كتير مبسوط. هلأ بده يطير عقله للعريس. شو عم تحكي؟ إيدي عم يعرقوا ورجلي عم يرجفوا كتير. ما بعرف كيف بدي أشكرك على اهتمامك. نحن قريبين. أنا اليوم كتير مبسوطة. وأخيرا كل مرة بشوفك أحلى من الأول بتطيري العقل. ماما حبيبي خذي العين شو لابقين لبعض. الله يسعدهم ويهنيهم بحياتهم. ممكن تعطيني شي شغلة أشربها؟ تفضلي. تفضلوا لنقعد. شرفوا. تفضلوا. ما عم بقدر وقف على رجلي. بعيد الشر عنكم عندي دوام. مع فاي إن شاء الله. تفضل لهون. شكرا. أهلا وسهلا. بتحب ورجيك البيت؟ ليش لا؟ مو عازمين حدا. بكفي نحن بدنا هيك. شلون هيك بنتي؟ شوب كتير. نفتح الشباك؟ مو شوب أبداً بس أنت مرتفع حرارتك من التوتر. والله يمكن. تتذكر كيف عرقت بخطبتنا؟ رح نبلش بمشروع جديد. عن جد كتير حلوين. هون غرفة موسيقى. حلوة كتير. أنت بتعرف تعزف؟ إيه بصفر. حش تضحكي. أنا بعزف جيتار. كلاسيكي؟ إيه بتسمعي؟ بموت بالموسيقى. شو رأيك تسمعيني عزفك على البيانو؟ ممكن. لا بلاها هلأ أجلوها لوقت تاني. طيب
خلونا نكفي جولتنا. ماشي. ما بدي حدا يشيل الكفوف من ايديك اذا بتريدوا. بنتي ممكن بعد اذنك تجيبي لي شوي من هدول؟ في مين يخدمنا؟ خلينا نرتاح شوي. خدي. اخذت. بشير، فكرتك رح تطلعي لفوق فورا. ممكن تنادي لي فيروز خانم هلا. هون مطبخنا. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. سليمان افندي ومرته شهيرة خانم، وبنتهم جميلة سهيلة خانم، كاتيا خانم، وبشير انت بتعرفه من قبل. زيد حابب يتعرف على البيت. كتير حلو. يلا عجنيني. يلا باي. مين هالصايع؟ هذا بكون رفيق نهال. شي حلو. شاب حلو وظريف، شكلهم لابقين لبعض كتير. عمي فيني اطلع اليوم لبرا شوي؟ ضايق خلقي وحابب غير جو. روح ابني روح. شكرا، تصبحوا على خير. وانت بخير. وانت بخير. مسبحكم كتير؟ Mm-hmm.